نرحب بالفنان والمطرب احمد فهمي معانا في بوابه اخبار اليوم. ازيك، اخبارك ايه؟ واهلا بكل المشاهدين، اخبار اليوم. مبارك لك النهارده على الموسم الثالث من عرب ايدول، وعايزين بقى تكلمنا عن مشاركتك في البرنامج، وده بيعتبر تاني موسم بالنسبه لك كمذيع للبروجرام. والله انا مبسوط بالتعاون مع ام بي سي لتاني مره، يعني مع ان انا هقول لك على حاجه، يعني انا كان في البلان بتاعتي ان انا هو عامل سيزن مره واحده، وان انا لان انا مش يعني مش في دماغي ان انا اكون مذيع قوي، بس اللي انا عايز اقول لك ان حصل زي ما تقولي كده ود بيني وما بين اداره ام بي سي في ان احنا نعمل سيزن تاني مع بعض، وانا حبيت البروجكت يعني نفسه، يعني فكره ان بتعامل مع المشتركين، عندي يعني زي ما بيقولوا مساحة ان انا اعرف اطلع حاجة من حاجات من شخصيتي الناس ما بتشوفهاش سواء في التمثيل او في الغنى، فبسطت بالمشروع يعني، والحمد لله يعني يمكن انا وادارة ام بي سي لمسنا نجاح معين مع بعض في السيزن اللي فات، وان شاء الله نعمله كمان السيزن ده، فان شاء الله خير. يعني اول ما جربت الموسم الاولاني حسيت ان تجربة المذيع دي صعبة، ولا على طول خدت على الموضوع يعني كنت حسيت الموضوع سهل جدا؟ والله انا كنت شايف ان دي شطارة من سواء بقى من الادارة في ام بي سي او من المخرج او من الكرو نفسه، في ان هم ادوني المساحة اللي تخليني اعمل الموضوع بشكل مختلف، فاهمة؟ لان انا ما بعرفش اكون مذيع بالشكل المذيع التقليدي اللي هو مساء الخير يا جماعة احنا النهاردة معانا الفنان مثلا، يعني فالمساحه اللي هم ادوها لي دي خلت الموضوع يطلع بشكل مختلف، يبان ان ايه ده مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ فانا شايف ان دي شطاره منهم مع بعض الحاجات عندي طلعت الشكل المختلف ده يعني، فما حسيتش بالصعوبه يعني، اللي هو يعني كان كل الناس يقولوا مثلا احنا اللي اكلمهم يعني من صحابي بتقولوا لي بس اللايف خد بالك عشان اللايف صعب شويه ومش بالعكس، انا كنت لايف بالنسبه لي متعه المتعه يعني، فاهم؟ تحس ان طالع على المسرح ما فيش مش تعيدي اي حاجه، كل الناس هو وان تيك وبراحتك، فاهم قصدي؟ فحلو يعني. بيشاركك المذيعة اللبنانية أنابيلا، برضو هي هتشاركك في الموسم ده؟ في المرحلة اللايف إن شاء الله يعني. الكيمياء ما بينكوا تبقى عاملة إزاي في الكواليس قبل ما تطلعوا على الهواء؟ طبعا احنا بنعمل بروفوت يعني، فاهم؟ عشان يطلع بالشكل ده أكيد بنعمل بروفوت، وأنابيلا بجد مريحة جدا وشخص متعاون جدا، ويمكن الناس لمست الكيمستري بينا على المسرح، وإن شاء الله كمان السيزون ده نعمل حاجة كويسة يعني. احمد فهمي بقى مذيع بعد عرب ايدول بقى هو وهي، شايفين ان المذيع هياخد احمد فهمي من الغنى؟ لا بص، هو دلوقتي فكره الغنى بقت شويه مركز في البوم وامد دلوقتي، الالبوم المفروض ان شاء الله ينزل قريب، بس انا التمثيل هو اللي واخدني اكتر من اي حاجه يعني في دلوقتي انا بحضر مسلسل اسمه الاخوه، بنصور اليومين دول يعني. المسلسل ده فيه انا وتايم حسن وباسل خياط ورانيا يوسف، وهو المفروض ان شاء الله ينزل يومين الجايين دول، هو مسلسل بره رمضان، مسلسل 90 حلقه يعني، هو مسلسل اسمه الاخوه، تخيلوا انتوا بقى كلمه الاخوه دي بيتكلم على ايه. فلا ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه، مش هينفع ان انا اتكلم عنه يعني، بس هو يعني مسلسل حلو وفيه احداث حلوه جدا، وفي مجموعه كبيره جدا ممثلين جدا يعني، فان شاء الله. بين تصويرك للمسلسل وبين الكاستنج للبروجرام عرب ايدول انت بتسافر بتعمل تور في كل بلد؟ اوريدي انا ابتديت اصور المسلسل من شهر 12، ودلوقتي انا يعني فاهمه يعني عرفت اظبطها يعني مع اداره الانتاج هناك في المسلسل، ان يبقى عندي وقت معين ان انا اروح اعمل فيه، لان انا ما بسافرش التور كله برضه في بعض البلاد، وبنحاول نظبطها يعني، وان شاء الله تمام خير. كلمنا بقى عن الالبوم بتاعكم بتاع واما، انتوا خلصتوا تسجيل كام اغنيه وفاضل لكم قد ايه، ومن المفترض الالبوم هينزل امتى؟ احنا خلصنا الالبوم خلاص، والمفروض يومين الجاي دول هنصور فيديو كليب مع المخرج هادي الباجوري. استنى ايه؟ انا اسمها استنى ايه؟ و دي كلمات محمد عطيه والحان احمد صلاح حسني وتوزيع نادر حمدي، وان شاء الله بقى تنزل قريب يعني. بالنسبه للسينما بقى ما فيش اي حاجه؟ والله بص، في كلام على كام مشروع، بس هي الفكره ان تحديدا السينما دلوقتي بقى السوق ضيق شويه، بس غير كده يعني، بس انا يعني مش عايز اعمل سينما، في سينما بتعمل بس انا مش عايز اعمل النوع ده يعني، في فيلم معين اوريدي في دماغي وشغالين عليه، وان شاء الله يعني لو ظبط بس في حته معينه كده هنعمله على طول.
اخر حاجه هاخد رايك فيها، احنا النهارده بنحتفل بعيد الفن بعد مرور 33 سنه، انت شايف ده ازاي؟ كويس ان يرجع عيد الفن ويبتدي يرجع تاني، وحاجه كويسه ان يحصل تكريم للفنانين كلهم، وان شاء الله يفضل بقى عيد الفن ده يبقى عيد ثابت يعني زي عيد الام ان شاء الله. نورتنا يا احمد في بوابة اخبار اليوم، ونتمنى لك نجاح الموسم الثالث لأرب ايدل. شكرا ليكي وشكرا لكل مشاهدين اخبار اليوم.